تصريحات لوزير النفط الإيراني بيجن زنجنة أوضح فيها أن دعاوى ولي العهد السعودية محمد بن سلمان باستطاعة بلاده تعويض نقص نفط طهران من السوق الناجم عن العقوبات هراء، واعتبر أن الفعل السعودي هذا يرضي فقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرا لعدم قدرتهم على تعويض النقص من قبل الرياض بعد تأكيدها على الإيفاء بوعدها لواشنطن في سد المفقود من إمدادات النفط الإيرانية. زنجنة قال أن الرضوخ السعودي للضغوط الأمريكية بتعويضه لنقص السوق لا أثر حقيقي له، لكنه جزء من حرب نفسية تستهدف بلاده وتأييدا للعقوبات الأمريكية المفروض عليهم. وفي حال لم تستطع إيران بيع نفطها نتيجة الضغوط الأمريكية لن يكون بوسع أي بلد آخر بالمنطقة بيع نفطه أيضا، ملوحا بغلق مضيق هرمز. وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف استيراد النفط الإيراني وبشكل كامل، إلا أن إيران قالت مرارا أنه لا يمكن وقف صادراتها النفطية نتيجة ارتفاع مستويات الطلب في السوق، محملة ترامب مسؤولية صعود سعر النفط بسبب الحظر. وقال نوربرت روكر مدير أبحاث الاقتصاد الكلي والسلع الأولية لدى بنك جوليوس باير السويسري أن موقف الإدارة الأمريكية الصارم زاد مخاطر فقد كميات من الصادرات الإيرانية أكبر بكثير من المتوقع في السابق. ووفقا لبيانات الناقلات ومصدر من القطاع النفطي، تراجعت صادرات الخام الإيراني أكثر في الأسبوع الأول من الشهر الجاري متأثرة بالعقوبات الوشيكة ملقية بتحدي في وجه منتجي أوبك الآخرين الراغبين في تعويض النقص.